اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من فولو اب معي انا يارا. نبدا حلقتنا اليوم بفيديو تسبب باستياء واسع بعد وصف الاهانه اللي توجه ضد ابناء الريف من شخصيه سوريه معارضه. ننتقل لفرن بمشروع دمر تحول لمعتقل انحبست فيه الناس لساعات، وبعدها منروح للاذقيه لحتى نشوف فيديو معجزه العمله الجديده. ننتقل بعدها نحن وانتو لنرصد تفاعل المصريين على زواج داعيه للمره الرابعه من ممثله مشهوره. نبقى سوا حتى نشوف كيف ابتسام هاجمت الاسلام واعلنت تركها لدينها واعتناق اليهوديه. خلوكم معنا. فيديو استفز السوريين المعارضين لبشار اسد بعد خروج كمال اللبواني عليهم بكلام شافوه الناس انه مهين بحق ابناء الريف. هذا الفيديو تم تداوله امس على نطاق واسع على المنصات السوريه، خلونا نشوف مع بعض. حقيقه هدول اولاد الريف حاولوا يبنوا شيء يعني. عملوا تعليم، شقوا طرقات، عملوا كهرباء، عملوا كذا، حاولوا يشتغلوا، لكن باسلوبهم ادارتهم التافهه والاسلوبهم الغير مخطط بهالعقلية البسيطة يعني جحشنت ابن الريف. ف يعني بدهم يبنوا، فبنوا شيء غلط، بنوا شيء مشوه، بنوا شيء مو مدروس، بنوا شيء ما له أساس، لكن حاولوا يعني. وسعوا الجيش، وسعوا التعليم، كل شيء كبروه، بس ما كبروه بنوعية تعيش وتستمر. كان يعني عملية إعمار أو عملية تحديث بسوريا كانت عملية مشوهة وفاقده للدراسه والخطه والمنطق، وبالتالي انتشرت يعني. عبد الله حوراني ناشط معارض نشر فيديو على حسابه الشخصي بفيسبوك كرد على الاساءه اللي وجهها لبواني لابناء الريف، خلونا نشوف مع بعض. هذا اللي طلع معك يا لبواني، اهل الريف جحشنت اهل الريف، خونه؟ معقول؟ اهل الريف اللي بتخرج منه الاف الاطباء والاف المهندسين والاف الاساتذه، لكن معروفين أهل الريف بذكاء أولادهم، جحشنت أهل الريف؟ يعني على أساس مسقط رأسك أنت سويسرا؟ يعني بربك شلون بدي يسقط نظام بشار الأسد وعنده هيك معارضة بدون نقطة؟ أنتوا معارضة خمس نجوم، والله بشار الأسد مستعد يدفع مصاري مشان تضلكم على وضعكم. أوعكم تبطلوا معارضة أنتوا، أوعكم بدون نقطة. يعني لو صحت لحافظ الأسد هاي المعارضة كان ماما. الردود على اللبواني تنوعت من تعليقات وبوستات من الصحفي السوري عمر الإدلبي اللي كتب على حسابه بإنستغرام: لا يثير دهشتي إلا جموع المعجبين بترهات بعض المعارضين من ذوي التفكير المتهافت المنحط، إنجاز القول أن هؤلاء يفكرون أصلا، مع الاعتذار من أهل أبناء الريف الأحرار الصابرين على ما ورد في هذا المقطع المخجل المؤسف. منيف العبدالله كمان قال: اليوتيوبر كمال اللبواني يصف أبناء الريف بالشحاش، يجب قطع النت عن هذا الكائن. تعليق من الحر بيقول: الاحترام لكل مكونات الشعب السوري الحر والخزي والعار للمتسلقين. أما هادي علق: هو ابن ريف أصلاً، الزبداني يعني مو هالمدينة. أما أحمد علق: بس هو من الريف على فكرة وطول عمره ساكن بالريف. مصطفى كان له تعليق وعم يقول: والله العنصرية عنا نحن السوريين رح تقتلنا، مو بس هو هيك شعبنا 99% عندهم هاي العنصرية. أما يوسف علق: تعرض لعقلية معينة من الريف، وتلك عقلية موجودة وينبغي تعريتها. أنا رايح جيب خبز وإذا تأخرت جيبوا المحامي والحقوني على الفرن. نعم، هاي عبارة عادي ممكن تصير بسوريا بعد انتشار فيديو لناس محبوسين جوا أسوار أحد الأفران بحي دمر الدمشقي، خلونا نشوف الفيديو مع بعض. يا شباب انتوا ليش واقفين هون؟ ليش؟ مين عم يخليكم؟ مو قافلين الباب عليكم؟ فرجيني الباب مقفول. يقال انه حجه الفرن اللي سمحت له يقفل الابواب على الناس هو محدوديه كميه الخبز، يعني اللي فات جوا ربح ربطه خبز بس خسر حريته، شيء يخلص الفران خبزاته ويطلع هالناس من اسوار فرنه، واللي بيبقى برا له الله. تفاعل واسع على هذا الفيديو بسوريا، هذا الفيديو اللي اعتبروه انه مزل. صفحه دليلك في دمشق نشرت الفيديو وكتبت: تخيل حالك رايح تجيب الخبزات من مشروع دمر، فجاه تلاقي حالك انحبست وناطر اخلاء السبيل. قال: خلص الدوام كرمال ما يدخل حدا من برا، قرر يقفل الباب ويحبس العالم جوا.
مدير الفرن لازمه خرزة زرقاء، شو هالعقليات الإدارية؟ يوم بيحطوا أقفاص حديد ويوم بيقفلوا الباب على الناس وبيحبسوها. أما محمد علق، منيح اللي قافلين الباب وعم يعطوا العالم اللي جوا. هداك اليوم خلص الخبز، قام طلعوا 2 عساكر وقلعوا كل شي عالم برا. تعليق من فيدو بيقول الحمد لله الحكومة عم تتفنن بيزل هالشعب المسكين، بس نفسي يشوف شي ابن مسؤول أو شوفيره يوقف هالوقفة. بيوم القيامة إن شاء الله رح يوقفوا بنفس هذا الدور على باب جهنم لنشوف لوين بدهم يهربوا ومين واسطتهم. عمر علق، هذا الحكي عم يصير كل يوم وعم يقفلوا الباب والعالم جوا لحتى تخلص الكمية من الباب الخلفي، وعم تتبهدل العالم وتنزل أكثر من ساعة وهن محبوسين وما حدا عم يرد عليهم. عزة علقت، طيب سؤال، والعالم ليه عم تسكت إذا هن ما فيهم فهم؟ ليش العالم عم تضل واقفة وساكتة؟ الحمد لله صار بسوريا في عملة جديدة وحلوة، ورقتها بتتمتع بمواصفات قياسية من حيث اللون والحجم والتصميم، بس في شغلة صغيرة إنه هال5000 بتساوي أقل من 2 دولار. هذا الشيء رح يعمل مشكلة وما رح يخلي الراتب يكفي لآخر الشهر. طريقة طرحها أحد المواطنين بفيديو من اللاذقية حتى يستمر الراتب لراس الشهر. هذا المواطن قبض راتبه هالشهر بالفئة الجديدة اللي هي 5000 ليرة سورية وقسمها، بس يا ترى قدر يعمل هاي المعجزة؟ خلونا نشوف مع بعض. بلا سنف وتخلصني مفاضيله. شو بدك تعمل لي؟ ولك هي الراتب استلمناه بالعملة الجديدة. ماما جعلوا ألف مبروك عليك. هذا هو الخاص. هذا هو هلكته هنا فصفص فيه تزبط معي. شو تزبط؟ تزبط جداري عن بالقدرة الإلهية. هو هادي خبز. أيوة. هاي صفضي. هاي قنية زيت أونا. هاي علبة مدي. هاي علبة جبن حروزي. مكيشي. هاي علي ندي الفرج. ولا قل الله بيسامح ما نجيب بدل شيء. هي طاسة مازة الدفا. هاي علبة حفوضات. كمان خلي هالبلد يعملها تحته منجب فيها كيلو دواء غسيل. هاي غلوة قهوة. هاي غلوة شاي. وهادي في الختام للجنابي. والله تفصيل دقا. هاي بدها خبير اقتصادي متمرس قيري 40 سنة بالجامعة دفع يعملها للمعجزة الإلهي. تدرس هذه التفصيل؟ ما تدرس. وهنت انسان المصرف عينيهن تيك الكنافي وعمني. مثل ما شايفين الناس بمناطق النظام عم ترش على الموت سكر. ال5000 ما عاد تجيب أنينة زيت بوقت الدولار تجاوز فيه حاجز ال3000 ليرة وبطريقه على 4000. التعليقات على هذا الفيديو كانت على الشكل التالي: فداء اللي قالت هيك من قضية شحادة لآخر الشهر. أما ربيع علق، خرج يحطولنا إياه بوزارة حماية المستهلك، طلع فهيم الأخ وبيعرف كيف يصرف. أما نور علقت، واصلين لمرحلة أبشع من هي، ما بعرف كيف عايشين ولا كيف حنستمر، الله يفرجها أحسن شيء. إبراهيم علق، أنت لو يحطوك بدل وزير الاقتصاد كان كتير استفادوا منك. العالم مو ملاقية، وبشار أسد بيهدي أسماء لوحة بقيمة 30 مليون دولار. طبعاً هاي المعلومة مو جديدة، هي نشرتها صحيفة كوسنوفوستي الروسية السنة الماضية، بس اللي عم يتجدد كل يوم هو صرخات الجائعين بسوريا. الداعية والمنتج المصري معز مسعود ترند منصات التواصل الاجتماعي بمصر. مسعود تربى على الترند بعد الإعلان عن زواجه الأخير من الفنانة المصرية حلا شيحة. الخبر بهالحالة العادية ممكن يكون ترند بسبب الشهرة الواسعة لمعز مسعود كداعية إسلامي وشهرة زوجته الممثلة حلا شيحة، بس سبب الترند الأساسي هو زواج معز المتكرر. حلا هي العروسة رقم 4 عنده. قبلها كانت سارة، وقيل أنه هي حاصلة على لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية، وبعدها معز تزوج من بسنت نور الدين اللي استمر زواجها مع عز مدة 6 أشهر بس، لحتى تعلن بعدها انفصالها عنه. بعدها تقدم معز مسعود للممثلة شيري عادل، استمر زواجه منها حتى آب 2018، ومن وقتها معز أعزب حتى أعلن أخيراً عن زواجه من حلا شيحة. حياة معز الحافلة بالزواج والطلاق من المشاهير المصريات كانت مسار جدل واسع على السوشيال ميديا بمصر، مثل الحساب اللي صور الحياة العاطفية السريعة اللي بيعيشها معز. نور عملت صورة ممثلة عم تحكي مع معز مسعود بتستشيره بحاجة الساعة 4 العصر، معز مسعود الساعة 5 المغرب بيكون عم يقترح عليها إذا بيتزوجوا. أما حسن علق، أنا ما عنديش مشكلة في جوازات معز مسعود، بس هو بيقولهم إيه، يعني بيعمل إيه عشان يتجوزهم؟ ليه كلهم موافقين كده؟ أما تسنيم علقت، المفروض معز مسعود ده يشتغل في الماركتينج من كتر ما عنده قدرة إقناع رهيبة. رانيا علقت، يا رب أبعد أي راجل جواه معز مسعود عن حياتي.
تعليق آخر بيقول: طيب ما هو فعلا معز مسعود من الوسط الفني؟ الراجل مؤلف ومنتج ومخرج سينمائي. أما أروى قالت: باي ذا واي مدحت صالح تجوز 6 مرات، يعني أكثر من معز، بس الناس قارشين ملحته علشان كان ينتظر عليهم دينيا، ينظر عليهم دينيا وأخلاقيا وماسك لهم القلم الأحمر طول الوقت. الممثلة بسمة الحميد أعلن بفيديو نشرته تركها للدين الإسلامي واعتناقها اليهودية. هذا الإعلان أثار موجة غضب واسعة بعد مهاجمة بسمة للدين الإسلامي ووصفه له بصفات سيئة. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. أنا ابتسام حميد، الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية من دولة الكويت. أعلن تركي للإسلام دين النفاق، دين الإرهاب الذي يستحقر المرأة ويضطهدها ويعنفها ولا يعطيها حقوقها بالكامل. وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية. التعليقات على هذا الفيديو من المتابعين كانت على الشكل التالي: إبراهيم اللي قال: الأديان ما لا ذنب، بل المستشرفين هم المذنبين. أما تعليق آخر بيقول: عدم فهمك للإسلام ووجودك في بيئة لا تفهم الدين الإسلامي هي مشكلتك وليست مشكلة هذا الدين العظيم الذي أكرم المرأة وسواها بالرجل، بل وقدمها عليه في الكثير من الأمور. أما مروة علقت: جد مو شي خصنا، ترى الدين شي روحي يخص الإنسان بذاته. تدخل الإسلام ولا تخرج من اليهودية، تروح للمسيحية ولا تمر على الإيزيدية، ما شي خصنا. هاي كانت آخر أخبارنا لليوم، وهيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا. موعدنا بيجدد معكم بكرة بحلقة جديدة. مع السلامة.